أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. من مسند للأنباء، عبر مكبرات الصوت ميليشيا الحوثي في صنعاء تدعو أنصارها إلى قضاء العيد في الساحل الغربي. مأرب بريس، رحلة نجم إذاعي من أمام الميكروفون إلى خلف مقود سيارة نقل. ومن أخبارنا المنوعة، احتجاجات في إيران ضد 5000 من أبناء مسؤولين يعيشون في الخارج. أهلا بكم. تجول سيارات تابعة لميليشيا الحوثي شوارع صنعاء وعليها مكبرات الصوت وهي تردد شعارات، ولكن ماذا تقول لمن أصبحوا فقراء يخشون العيد ومتطلباته؟ وقد عنون موقع مسند للأنباء، عبر مكبرات الصوت جماعة الحوثي في صنعاء تدعو أنصارها العيد في الساحل. قال الموقع إن جماعة الحوثي شرعت في تحشيد جديد بصنعاء لدعوة أنصارها للتوجه إلى الحديدة لقضاء فترة العيد في الساحل الغربي تحسبا لأي هجوم محتمل من قبل قوات الشرعية. أفاد مراسل مسند للأنباء في العاصمة صنعاء أن سيارات تابعة لجماعة الحوثي عليها مكبرات الصوت تدعو المواطنين وأنصار الحركة للتوجه إلى الحديدة لقضاء فترة العيد تحسبا لأي زحف محتمل. يشار أن جماعة الحوثي تلقت ضربات موجعة في منطقة الساحل الغربي بعد تمكن قوات الشرعية من تحرير مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة وقطع خطوط الإمداد من الجهة الشمالية لمحافظة الحديدة والتي تعد آخر المنافذ البحرية الخاضعة لسيطرة الجماعة. زرعوها بأيديهم قبل أن يصبحوا أولى الضحايا. هذه هي قصة الألغام التي ينصبها عناصر ميليشيا الحوثي في مناطق عدة، ويعنون موقع الصحوانت حجة. ألغام الحوثي تقتل وتصيب أكثر من 20 عنصرا من مقاتليهم في عبس. قال الموقع أدى انفجار لغمين زرعتما ميليشيا الحوثي بمديرية عبس في محافظة حجة إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا من عناصرهم الليلة الماضية. قالت مصادر مطلعة للصحوانت بأن طقمين عسكريين للميليشيا كانا يقلان أكثر من 20 مسلحا مرا بمنطقة شمال شرقي مدينة عبس كانت قد زرعتها الميليشيا بالألغام لينفجر فيهم لغمان قتل معظم عناصرهم وأصيب عدد منهم بجروح خطيرة. أشارت المصادر إلى أن طقمي الميليشيا كانا متجهين صوب مركز حيران لخوض قتال مع قوات الشرعية التي سيطرت على المنطقة. يتابع الموقع تضم عدد من مناطق عبس الريفية معسكرات تدريب لمسلحي ميليشيا الحوثي. المتأمل في خارطة المدن التهامية يجد بسهولة الأسباب الموضوعية لتوزعها على السواحل والأودية الداخلية وعلى طرق التجارة القديمة. هكذا بدأ عبد الله دوبل مقاله المنشور في مأرب بريس متحدثا عن كيف يمكن فهم مجتمع تهامة مضيفا. لكل مدينة داخلية على الوادي مرفأها الساحلي، فالخوخة على البحر الأحمر مثلا مرفأ لمدينة حيس على مصب وادي نخلة القادم من جبال إب، وحيس سوق أسبوعي لسكان السواحل والأرياف والجبال المتاخمة لها كشمير وجبل راس والعدين. وكلما توغلت شمالا تجد الأمر مشابها، فالفازة مرفأ لزبيد والجراح على وادي زبيد، وهما سوقان للجبال المتاخمة لهما في وصاب. وبالمثل المنصورة وبيت الفقي والحسينية كأسواق لجبال ريمة، وكذلك الحديدة وباجل كأسواق لصعفان وحراز، والقناوس والزيدية كأسواق لجبال المحويت، وميدي وعبس وحرض كأسواق لجبال حجة. فكل مدن تهامة تتوزع على مصاب الأودية ولكل مدينة مرفأها الساحلي وأسواقها الجبلية المتاخمة لها. أما ما يفسر توزعها من الجنوب للشمال وعلى ذات المسافة من الجبال والبحر فهو طريق تجارة اللبان قديما
الذي كان يتم جلبه من الصومال وطريق الحج مع الحقبة الإسلامية، ولأنها مدن ساحلية ومدن أسواق في المنتصف بين البحر والجبل، فسكان المدن التهامية متنوعون وأقرب للشعب منهم إلى التقسيم القبلي التقليدي في أرياف تلك المدن. فهم هذه الخاصية لتهامة كمدن أسواق يساعد في فهم المصالح القومية للتهاميين الذين تأثروا أكثر من غيرهم بالتقلبات السياسية في البلاد وبالمتغيرات في أساليب وأدوات التجارة العالمية. فالنقل عبر الحاويات قضى على التجارة البحرية عبر السفن الخشبية التي كانت تعتمد عليها المدن الساحلية، وسهولة نقل البضائع والدقيق المستورد قضى على زراعة الحبوب والتمور التي كانت تعتمد عليها المدن الداخلية على الأودية وكذلك في السواحل. استنكرت رابطة أمهات المختطفين الاختطاف الجماعي الذي نفذته جماعة الحوثي المسلحة بحق المواطنين في عزلة الأهمول بمحافظة إب وسط اليمن، وعنون موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يختطفون 52 مواطنا في إب. قالت الرابطة في بيان صحفي إن جماعة الحوثي اختطفت 52 مواطنا من دون مسوغ قانوني ومن دون مراعاة أخلاقية، وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك وفي الأيام المباركة من الشهر الحرام، يزيد من ألم معاناة أمهاتهم وذويهم. وطالبت رابطة أمهات المختطفين السلطة المحلية والمنظمات الحقوقية والإنسانية وكل أبناء اليمن بالتدخل لإنقاذ أبناء الأهمول المختطفين. وحملت الأمهات جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا. وطالبت الرابطة بمحافظة إب المبعوث الأممي بجعل إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا خطوة ضرورية لبناء الثقة والبدء بالمفاوضات. ما الذي يحدث في عدن؟ كل يوم يمر يحمل معه قضية موت جديدة. وفقا لمدير البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة العميد الركن صالح محمد القملي والذي تحدث لعدن الغد، فقد رفعت إدارة البحث الجنائي بالعاصمة عدن كشفا توضيحيا بعدد القضايا التي أنجزت الإدارة إلى مدير أمن عدن، ويشمل الكشف عدد القضايا التي تم الانتهاء من التحقيق فيها وإحالتها إلى النيابات بعدن منذ يونيو حتى أغسطس، وعددها 84 محضرا. ووفقا لمدير البحث فقد تنوعت القضايا بين القتل حيث وصلت إلى 19 حالة قتل والسرقة، والتي وصلت إلى 12 حالة سرقة، وهناك أيضا 6 حالات اشتراك في عصابة مسلحة وتخابر وقضايا تفجيرات وإرهاب. أريد وطنا لا أستيقظ فيه على أخبار القتل والخطف والقصف، ولا أنام فيه على رعب النهار وقلق الغد الذي يحيل ليلي كوابيس. هذه فقرة من مقال كتبته فكرية شحرة عن وطن يريده الجميع، وقالت في المقال المنشور في الصحوانت: أريد وطنا لا تملأني الحسرة كلما رأيت جماله البهي، وأنا أدرك أن كل خير فيه قسمة بين أعدائه وخونته، ولا حظ لي منه سوى القبر. أريد وطنا لا تنسخ فيه الميليشيا بعضها، وطنا يكون لأبناء الأب والأم إذا غيبتني عن الحياة السنون. أريد وطنا لا أمطره بالدموع كلما استحال إلى صحراء قاحلة بلا زاد أو مأوى، وطنا كلما أردنا أن نزرع بين جنباته الواعي لم يبادلنا مجرفوه بالحقد والعداوة. فمهما توالت الحكومات أو تغيرت وهي تحمل ذات العقول الفاسدة، فلن يتغير حالنا. التغيير يبدأ في الإنسان أولا. نريد وطنا نحبه ولا نشعر أن البقاء فيه أقسى من الموت قتلا. فكل يوم يقطع المجرمون عروقنا المتصلة بترابك يا وطن، جذورنا التي تربطنا بك، صرنا نراك كابوسا ونتمنى الهروب إلى أقصى الأرض حيث لا حزن ولا دم. نتركك للضباع لأننا لا نملك منك وفيك شيئا إلا حق العاشق المحروم في التمسك بالوهم أن تحدث معجزة ويعود لنا هذا الوطن. قتلتنا الأمان يا وطني وسحقتنا الحرب، وصارت أمنية أن تعود سعيدا أيها اليمن الحزين ضربا من المستحيل.
الأمم المتحدة دعت رسمياً الحكومة اليمنية والحوثيين إلى مفاوضات في جنيف الشهر المقبل وسط مخاوف من تعثر إطلاق المحادثات أو تأجيلها. تفيد صحيفة الأيام أن أطرافاً يمنية لا تخفي تشاؤمها بشأن نجاح الدبلوماسي البريطاني جريفيث في تحقيق اختراق في الملف اليمني عجز عنه سابقاه إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجمال بن عمر. ومن أبرز أسباب التشاؤم لدى الطرف الحكومي المعترف به دولياً عدم إظهار المبعوث الأممي بوادر التزام بمبادئ وأسس متفق عليها ضمن ثوابت الحل السياسي للأزمة اليمنية متمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 الصريح في مطالبته الحوثيين بإنهاء سلطة الأمر الواقع التي يفرضونها وتسليم السلاح للدولة. ترى صحيفة الأيام أنه يؤخذ على جريفيث إضافة إلى بطئه وغموض حراكه لجوءه إلى العناوين الكبيرة والشعارات العامة بدل الإفصاح عن إجراءات عملية وأفكار واقعية بشأن تحقيق السلام في اليمن وفق المبادئ والأسس المتفق عليها. لم يعد الصحفي اليمني سمير المذحجي صحفيا بإذاعة صنعاء منذ عام 2015، فقد ترك هذا الرجل المشهور باسم بابا سمير في أحد برامج الأطفال المحلية المشهورة كشكوش عالم الصحافة إلى مجال آخر. الكثير من اليمنيين الذين يصادفهم المذحجي وفقا لموقع ماري بريس يتفاجؤون من أن النجم الإذاعي ترك مهنته وانتقل للعمل سائقا بعد أن فصل عن عمله دون مبرر ليكون مجبرا على مواجهة تكاليف الحياة بعيدا عن اختصاصه. حكى الرجل الأربعيني مأساة قرار إقصائه من عمله بعد اندلاع الحرب في اليمن بثلاثة أشهر وكيف أنه غادر عمله الذي كان يمارسه منذ 26 عاما دون أن يحصل على أي مبرر، موضحا كيف بدأ يعيش حياة أخرى بعيدا كل البعد عن عمله الذي أحبه منذ سنوات. يقول: قبل ستة أشهر كنت أتوقع أن الحرب ستنتهي، لكن تأكدت مع مرور الأيام أنه توقع غير ممكن. يضيف: لكي لا أصاب بأي انهيار أمام أبنائي وأشعرهم بضعفي، قررت في إبريل الماضي بيع منزلي في تعز لشراء عربة نقل تساعدني على توفير مصدر رزقي. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تقول العربي الجديد أن اليمنيين اعتادوا تعرض الجنود في حفلات التخرج لهجمات تقف وراءها التنظيمات الإرهابية، لكن أن يتعرض الجنود المتخرجون في الكلية العسكرية لهجوم قوة أمنية مدعومة من التحالف، فهذا يحدث فقط في عدن. يبدو أن التفاهمات الأمنية بين الحكومة الشرعية والإمارات توقفت عجلتها ولم تفض إلى تحول محوري، خصوصا مع تزامن الحوادث الأمنية في عدن مع تطورات مثيرة للاهتمام أبرزها التصعيد في سقطرى وتوجيه الاتهام لشيخ قبلي مقرب من أبو ظبي بممارسة التحريض في الجزيرة، أحد أبرز محاور النزاع اليمني الإماراتي. وعلى مدى 48 ساعة الأخيرة طغت ردود الفعل على حادثة مهاجمة حفل التخرج في الكلية العسكرية بمدينة عدن على اهتمامات اليمنيين بعدما أعلن الرئيس هادي إحالة قائد أمني بارز موالي للإمارات وهو العقيد منير اليافعي المعروف بأبو اليمامة إلى التحقيق على خلفية الهجوم، الأمر الذي واجهه أنصار المجلس الانتقالي بحملة تضامنية تدافع عن أبو اليمامة وإلى جانبه قيادي آخر يدعى أبو همام. وكان الهجوم من قبل قوات اللواء الأول دعم وإسناد في الحزام الأمني بقيادة منير اليافعي أسفر عن سقوط قتيل من طلاب الكلية المتخرجين يدعى محمد الحارثي. وبرر المهاجمون استهداف الحفل في مقر الكلية العسكرية بمنطقة صلاح الدين في البريقة برفع العلم الوطني خلال الحفل. بالتزامن مع ذلك عادت سقطرى إلى واجهة الأزمة، حيث نظم موالون للإمارات تظاهرة في الجزيرة ترفع مطالب بالالتزام بالتسهيلات الممنوحة من السلطة المحلية للجانب الإماراتي، وهي مطالب يطالب الإماراتيون بها. كوفي أنان: دفتر لجروح كثيرة. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله عن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والذي وفته المنية منذ أيام، وأضاف الكاتب: في الشرق الأوسط حين اختير كوفي أنان أمينا عاما للأمم المتحدة
بدا الأمر شبيها بتعيين عسكري متدرج قائدا للجيش، رجل يعرف المكان بتفاصيله لأنه تقلب في أروقته المفاوضات والصلاحيات والميزانية والبيروقراطية ومهمات حفظ السلام. وكان يدرك تماما أن الأمم المتحدة قوية حين يعيرها الكبار من قوتهم عبر توافقهم، وأن الأمم المتحدة مشلولة حين يتحول مجلس الأمن حلبة لتسديد الحسابات وتحريك سيف الفيتو لقطع أعناق مشاريع القرارات. وكان يدرك مثلاً أن لا قدرة للمنظمة الدولية على فرض تطبيق قراراتها إلا بقوة الكبار وأحياناً جيوشهم، وأن الدول الكبرى ليست جمعيات خيرية، وأن بوصلتها تعمل وفق شبكة المصالح لا نصوص المبادئ. يفترض بالأمين العام للأمم المتحدة أن يكون سباحاً ماهراً وسط تلاطم الأمواج، وأن يكبح شهية تسجيل المواقف علانية التي حرمت بطرس غالي من ولاية ثانية. على الأمين العام أن يسبح دائماً بين الدول الدائمة العضوية، وألا ينسى خلال السباحة أوجاع الدول الصغيرة، وأن الأمم المتحدة شيدت من أجل الشعوب وليس فقط الحكومات. وفي مناخات التوافق كان السباح يبدو قائداً، وفي مناخات التجاذب الدولي كان يبدو وسيطاً مرتبكاً مهدداً بالغرق مع حقيبته ومنظمته. كان أنان يعرف أن قيام عالم أقل ظلماً يستدعي ما هو أكثر من تدبيج توافقات صعبة على قرارات صعبة. كان يدرك أهمية إثارة الاهتمام الدولي بالتنمية والتعليم وتطوير الاقتصاد واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وإشراكه في بناء مستقبله. كان أنان شاهداً كبيراً في حقبة ثرية وخطرة من عمر العالم. في صحف الاثنين في بريطانيا نتعرف على حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعرفة حجم ممتلكات أقارب المسؤولين الإيرانيين في زمن تراجع الوضع الاقتصادي. وعنونت صحيفة الديلي تيليغراف: إيرانيون يصبون جام غضبهم على أبناء المسؤولين الأغنياء. تقول الصحيفة إن صور حفل زفاف باذخ لابن سفير إيران في الدنمارك أشعلت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المسؤولين بالكشف عن أملاك أقاربهم. ولشدة بذخه ومن باب السخرية سمي هذا الحفل بالعرس الملكي في وقت يتجهز فيه الإيرانيون لتداعيات رزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضها مؤخرا الرئيس الأمريكي على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقع في 2015. نقل مراسل الديلي تيليغراف في الشرق الأوسط أن العروسين أعلنا أنهما دفعا تكاليف الحفل من مالهما الخاص. وكشف محمد بهماني الحاكم السابق لمصر في إيران المركزي أن أكثر من 5000 من أبناء المسؤولين الأغنياء يعيشون حاليا خارج إيران. ونقلت للصحيفة عنه قوله أنهم يملكون 148 مليار دولار أمريكي في حساباتهم المصرفية، أي ما يعادل أكثر من مخزون العملة الأجنبية في إيران. نريد أن نعرف ماذا يفعلون في هذه الدول. نظرا لأهمية المقال الذي كتبه دانيال ديودني وترجمه علاء الدين أبو زينة من صحيفة الغد، ننشر جزءا آخر أكثر تفاؤلا حول مستقبل الليبرالية في العالم. ترتكز قضية التفاؤل بشأن الليبرالية على حقيقة بسيطة، أن الحلول لمشاكل اليوم هي المزيد من الديمقراطية الليبرالية والمزيد من النظام الليبرالي. فالليبرالية فريدة بين النظريات الرئيسية للعلاقات الدولية في رؤيتها المتلونة والمرنة للاعتمادية المتبادلة والتعاون، وهي خصائص العالم الحديث التي ستصبح أكثر قوة فقط بينما يتكشف القرن. وعبر مسار التاريخ كان التطور والأزمات والتغير المضطرب هي القاعدة، والسبب الذي جعل الليبرالية تبلي حسناً على هذا النحو هو أن طرقها في الحياة ماهرة في ركوب العواصف المضطربة للتغير التاريخي. لم يكن التأثير التراكمي لخطاب ترامب المتعصب للمحلية وسياساته الخطيرة هو الإطاحة بالنظام، وإنما تحفيز التعديل في داخله. ذات مرة قارن فيشر آمس النائب عن ولاية ماساتشوستس في الكونغرس الأمريكي الأول النظم الاستبدادية بالسفينة التجارية التي تبحر بشكل جيد لكنها تصطدم في بعض الأحيان بصخرة وتذهب إلى القاع.
أما الجمهورية كما قال فهي طوف عائم والذي لا يمكن أن يغرق أبدا، لكن قدميك تكونان دائما في الماء. وسوف يسود النظام الليبرالي وديمقراطيته، لأن سفينة الفخمة للا ليبرالية يمكن أن تجنح بسهولة في الأوقات المضطربة، في حين أن طوف الليبرالية المرن سوف يمضي ولو بطيئا ومتثاقلا إلى الأمام. تذكر صحيفة الشرق الأوسط أنه اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بها قبل التوجه إلى عرفات للوقوف به، وبلغ إجمالي حجاج الداخل والخارج القادمين لمكة المكرمة كما جاء في الشرق الأوسط أكثر من 1,900,000 حاج حسب ما أعلنت هيئة الإحصاء السعودية. ورافقت وافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الذين تابعوا تنقل الحجاج عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور. أفواج الحجيج انطلقت من بعد شروق الشمس إلى عرفات لتقف في هذا المشعر، ويجمع الحجاج بين صلاة الظهر والعصر، ومن ثم ينفرون من على جبل عرفات مع غروب الشمس ليتوجهوا إلى مزدلفة ويصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير. وكانت وزارة الحج والعمرة حثت الحجاج على التقيد بمواعيد الجداول المنظمة للتفويج بما يجنبهم المخاطر الناتجة عن الزحام والتدافع. من جهتها أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة 20 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجا بدون تصريح، وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير ومصادرة وسيلة النقل. اختار موقع شبكة البي بي سي صورا قال إنها من أفضل الصور التي التقطت هذا الأسبوع عن إفريقيا والأفارقة في أماكن مختلفة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.